الفستان فرشوا البستان يا صبي يا عود الزان يا عود الزان على خدك فرشوا البستان فرشوا البستان على زندك دق الصلبان وفي قلبك مدنة وأدان على زندك دق الصلبان وفي قلبك مدنة وأدان مدنة وأدان نسيب الحته ونمشي يا معلم. نمشي فين يا لول؟ يقعد فيها قعده معلم، حته عيل زي ده يخلينا قدام الخلق كلها قطط، قطط يا معلم. انا قلت يعدي اليوم. بينا على الفرح. البيع قال نخلص منه بعدين. الليله يا معلم عشان الميزان يتعدل، لازم نخلص منه وغير كده مفيش. الليله؟ ايوه، الليله يا معلم. بس لو فلت هتولع. واللي عامل حسابه عليه عثمان هيحصل. مش هيفلت. نصطاده بس لوحده. طب بينا افوت على عثمان بيه الاول. مش هيوافق. بلاش. لما يعرف ان الواد لامم الحته وجاي عليهم هيكون له راي تاني. يا معلم يعرف بعدين، مش مهم دلوقت. Bye.
يقول الشاعر الطهقان يا عبدو ويبدو ان مخك مش معايا. يقول الشاعر الطهقان يا عبدو ويبدو ان مخك مش معايا. ضارب لي طناش على كل المسائل، ضارب لي طناش على كل المسائل، ولا سائل في ايه اصل الحكاية. حكايتك يا ابن والدي مش بسيطة، لانك مش مركز من البداية. حكايتك يا ابن والدي مش بسيطة، لانك مش مركز من البداية. وغاوي غلا سمع كلب الحراسة، وشابط في اللي رايحة وفي اللي جاية. ولو تفضل جنابك عن النظام ده هتخسر في البداية وفي النهاية. بتحكي عن مين يا سعدوه؟ عن اللي مشغل معلمك ومشغله. ماشي، يلا يا ريس جرجاوي عشان اوصلك لاول الطريق. يا عم حسن، يا عم حسن. في ايه؟ الخاله اموره بتولد، الحقها. مش هبلغه، جري بسرعة مع الوقت، مراته تولد. يبقى أكيد هينزل تاني عشان يجيب الداية. نزل يا معلم. حسن! مش فاضي! معلم عايزك في كلمتين. هيما! مساء الخير يا حسن. في إيه؟ مالك كلمتين؟ مش فاضي، مراتي بتولد ولازم ألحق الداية. ولازمتها إيه تولد؟ يرضي مين يجي الواد ويلاقي نفسه متيتم؟ متيتم؟ أنا حذرتك مرة واتنين وتلاتة وعشرة يا حسن. وجاي تخلص دلوقتي يا عبدون؟ طب استنى عليا لما اطمن على مراتي، وبعد كده واجهني راجل لراجل، واجهوني كلكم بس من غير غدر. واسيبك بقى تولعها حريقة. طب ليه؟ أنا ما بكدبش، هواجهكم كلكم ومش هجيب سيرة لحد، ونتقابل في الخالة في الدراسة. لا، هنا ودلوقتي، وإذا كان عن نبوت. لما بدا يتلوح. يتلوح ايه؟ يتستنى يا الدلعادي. ايوه ايوه. ماتي ماتي. لما بدا يتلوح. منك له. اسكت يا حمص. الجدع لوحده قصادهم. جدع مين يا قبلاتي؟ حسن يا دلعادي، حسن اللي دافع عنكم يا عوالم، متكترين عليه تحت. الراجل كان رايح يجيب الداية لمراته. مين يغيطه يا جدعان؟ مين يغيطه؟ Thank you.
فيها تخرج بره باب البيت ولا حتى ترفع ضغطها. خلي الليله تفوت علينا يا ست بقى. كده انتوا بقى ناويين تتفرجوا على زفه اخت البيه ونقفل ولا نسيب النار على النصبه ونفضل قاعدين؟ ما تفهموني بقى، انا مش رايح. يعني هم محتاجين لطلعتنا البهيه؟ ده احنا يا دوب شكليه كده ينفع ميت. الحقوا يا رجاله، بيضربوا حسن قدام بيته. هم مين؟ يكونوا اللي يكونوا. يلا نلحقوا. كده برضه اصحاب حسن؟ حوش خلقك عن خلقك حوش، حوش يا حوش. 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 يا عريس حارت المظاني يا حسن يا ابو قلبي سليم، يا عريس حارت المظاني يا حسن يا ابو قلبي سليم. كان بدري عليك يا مروح، وفايت لنا طفل يتيم، وفايت لنا طفل يتيم. حوش خلقك عن خلقك حوش، حوش يا حوش. حوش خلقك عن خلقك حوش، حوش. لو عدى الراس على طول، وعلى قد ما تقدروا الدفن بعيد. حسن، حسن، شوفوا في حد تاني شايفنا ولا لا؟ حسن، أنا كنت عارف، قلبي قال لي. وقلبك ما قالكش إنك ممكن تحصله يا سعدون؟ بس أنا مش هسكت، مش هسكت. إيه؟ هتبلغ عثمان بيه ولا المأمور صاحبه؟ أنا هبلغ أهل الحارة كلهم. زي ما بتعمل. وتلمهم حواليك وتحكي حواديتك الكذابة الهايفة. اتعب زانو وراه وراه تجيبوه ولسانه قبل منه. تانية نادية أم رز، ناديها وهي هترد عليكي، هاتيها وتعالي، أنت خليكي هنا يا حسن. بس يا أختي أنا حال الحارة المقلوب، والناس ردين بالمكتوب، على حال الحارة المقلوب، والناس ردين بالمكتوب، مع إن الخطوة توصلهم، ما إن الخطوة توصلهم على أول بلد المحبوب، على أول بلد المحبوب. هو فين حسن يا أختي؟ يجي شوفي. جاي حالا، هو جاي حالا،
هو بس جري على الأزهر يمكن يلاقي عطار يجيب منه التحويج. كبد عليك تستنتي ابنك ولدت. شكلها كده الاتنين راحوا، ما هو لو حد فيهم رجع كنا شفناه. انتوا لسه هتتكلموا وتسألوا؟ حد منكم يجي معايا نروح هناك؟ اوعى تقول لي رجالتك جايين وراك. هيجوا بعد شويه يا بيه. لازمته ايه؟ هيبقوا حوالين السرايا عشان يأملوا الفرح. من ايه؟ سلم، الظاهر ان في حصل قلق بره. قلق؟ قلق ايه؟ ما تخليك في حالك يا عوض. الله، انا عارف شغلي كويس. عملت ايه يا عبدون؟ عملت اللي يحفظ هيبتك يا سعاده بيه. اللي انا ببنيه في سنه يجي الفتوات يضيعوه في ثانيه. قلت عايز اعرف عملت ايه.
يتم بعد الفرح. اهلا اهلا يا جناب المأمور. انا قلت اجي هني بنفسي. الف مبروك يا عثمان بيه. اهلا الف مبروك. اهلا اهلا يا جناب المأمور. الحقنا الحقنا يا جناب المأمور. ايه ده؟ ايه في ايه؟ لا مؤاخذه يا جناب المأمور، ده اهل الحرم كانوا مع بعض واحنا بنفرح القماش. يا جناب المأمور الحقنا. عيب يا جاد، عيب ده فرح. يلا دلوقتي بعدين. يلا بعدين. يلا 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 اتفضلوا. روحي وروحك حبايب من قبل دا العالم، والله من قبل دا العالم، والله. نورنا يا جناب المأمور. الله يحفظك يا عثمان بيه. صفطاوي بيه مأمور مصر القديمة كلها يا شهاب بيه. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا شهاب بيه. ما هو قبل كده كان مشرفنا في الحلمية. أيوة بس أنا ساعتها كنت يا دوب لسه دبرتين. يا عوض عمر يا سيدنا الكبير. وصل جناب المأمور. تفضل. أنا كده قلقان أوي. تتكلم عن إيه؟ من اللي شفته. أيوة شهاب بيه. وعايزني يسكن وسط البلطجيه دول؟ ما قال لك دي خناقه. خناقه دي بتاع ايه؟ ده راجل مقطوع لسانه، وده معناش غير مجرم زي عبدون اللي انت متويه. وكان عندي حق لما قلت ان ولادي مش ممكن يقعدوا هنا لحظه واحده. انت شايف ده وقته؟ فعلا مش وقته. بس لما الولاد شافوا صار عسل هي كلام معاك. اتفضل يا شاب بيه. ولا منين؟ اجري اجري على الولية ام عطريس المرضعه جيبيها وتعالي دلوقتي برضو. ايوه دلوقتي برضو. امال بكره الواد يموت. اجري وخرب بيتك. حسن Thank you.
استلمته بيستعر مني انا. انت يا اخويا اللي كنت عايز تحشر نفسك في الفرح عشان تبص على النسوان، لو انا مش عارفاك ولا مش عارفاك. بطلي هيافة واسمعيني يا اخويا، روق كده، دول ناس عيرة زواق من بره وبس. وحرامي. ايوه عثمان حرامي، بلع الحارة كلها في كرشه، وانا عارف ان يعقوب الدودة مربطاله اخر تمام، بس انا اللي بحميه، ولولايا كان زمان جرابيع الحارة قتلوه. تعرفي كان بيبصلي ازاي؟ مين؟ عثمان؟ لا، حسن، ساعة ما غرست السكينة في صدره. لهو انت قتلت حد للادي يا عبدون؟ ايوه، وكان مستني عيل جاي له في السكة. افتح الشباك يا لوزة. جرى ايه يا راجل؟ انت هتلم علينا الخل ولا ايه؟ لو انت اول مره تقتل ولا اول مره تقتل ولا نسيت؟ اسكتي بقى، انا مش ناقصك. لا يا حبيبي، ما انت لازم تفتكر يا حبيبي، لازم تفتكر علشان تهدى. اول مره عملتها وعدت وخدت لك كام سنه سجن، وجريت من ارض علوان على البيت وطبخ لك خناقه. انا اللي اترميت هنا وبطني شايله. اترميت ازاي يا لوزه؟ ما انا سبتك في حمايه عثمان، دادة في السرايا زي الاوانم. بتمن، كله بتمن يا عبدون. كل شويه يرميك في النار علشانه، كل شويه قتل وخناقات وقرف، وانا اللي بدفع التمن. بنتي ضنايا بتتربى بعيد عني، عند اختي في المغربلين. طب ما هي بنت انا كمان يا لوزه. وبعدين انا ما قلتلكيش تسيبيها عند خديجه. امال اجيبها هنا عشان تشوفك وانت بتدبح في الخلق وتفتري على الصغير والكبير عشان خاطر البيت؟ لا يا اخويا، بعدها عني ارحم. بس اسكتي بقى يا روزه، اسكتي واسيبيني انا مخنوق. لا مخنوق. جرى ايه يا عبدور؟ اقعد 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 كده. الله، جرى ايه يا راجل؟ هو انت مش قد اللي بتعمله ولا ايه؟ ولا الناس مخمومه فيك؟ خد خد يا عبدون، خد نفس كده ونفس عن نفسك، ما هعيش هباب. لحد دلوقتي لسه بتولد في الست دي؟ ما ولدت يا نديم، البنت نقطة قالت لنا وهي عايتة الخل. مولاي عيانة قوي بعد ما عرفت اللي طرى لتوزها. شش، طب وط صوتك، احنا لا نعرف توزها ولا اللي جرى لتوزها، وباين عليها لسطة انشراح دي هتضيعنا في حارة القتالين. انت بتقول ايه يالا؟ يا صباح الفل يا صباح الهنا، مين ده من القتالين يا حمص؟ انت بتشتم في الحارة انا؟ لا لا فشر، ده انا كنت بحكي مع حمص صاحبي على حارة تانية نحس، لكن خلاص الحمد لله فرقناها وشكلنا كده داخلين على الجنة. معلم تعيطر، ما تيجي تاكل معانا شوية فول مدمت متوتين يستاهلوا تنبك. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منهم لله. يا عم جاد، كفاية اللي عملته امبارح في القهوة، خف. سيبني سيبني اشوف الولية اللي ماتت فوق. قتلوا حسن. حسن Thank you.
كيفك يا مولانا؟ حجاب. ايوه حجاب يا اخويا. غبت عننا سنين يا حجاب. كنت في الجبل مع الناس اللي مش عاجبهم الحال، وما كنتش ناوي انزل لولا اللي شفته في عز الليل. شفت ايه يا حجاب؟ بيدفنوه في حضن الجبل. هو مين يا حجاب؟ حسن. حسن ابن محروس المصري اللي كان ويانا في التل الكبير يوم ما انكسرنا. حسن؟ حسن ابن محروس قتلوه؟ ايوه، ونزلت وعرفت انه هو، ومن لحظة وانا جاي لك في الحارة سمعت موت مراته وراه. الشر مطلق الصراح. الشر مطلق الصراح. قلت لك ادخل تحت عباية الله تحميك، ودور ظهرك لعالم مختل الميزان معطوب. لكل واحد مننا يا ليسي طريق واختاره من ساعة ما انكسرنا. قول لي يا اخويا، ايه اخبار العيلة في الشرقية؟ ابن عمك متولي صار عمدتها بعد ابوه، وهو بيساعد الدراويش على قد ما يقدر. وانت يا حجاب مش ناوي بقى تعيد النظر وتقعد معانا هنا؟ مكاني في الجبل وناسي في الجبل يا اخوي. شكرا. مفيش داعي للسفر بره يا عزيز، القعده هنا افضل. لا 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 يا روحي، اتفاق شهر العسل لازم يكون بره مصر مش في حاره المصري. انا بحبها قوي. معقول؟ مش عارفه ليه. بابا هيقنع عثمان بيه انه يبني جنبنا في الحلميه، كل الاعيان دلوقتي بينقلوا هناك. انت جاي تطمن على عريس ولا جاي تتخانق يا شابي؟ ثم انك قلت نتكلم لما يسافر. غيرت رايي، نتكلم في وجودهم عشان نرتب امورنا هما بره يا عثمان. عشان نرتب امورنا ولا عشان نهدها؟ انت جاي في الصباحيه تقلبها غم يا راجل. اللي شفته خلاني ما نمتش يا عثمان. انا لا يمكن اامن على وجود ابني ومراته هنا. البلطجيه مالكين زمام كل شيء، مباح ليهم كل شيء، والغلابه اللي حوالين سرايتك دول ما تعرفش هما كمان في لحظه ممكن يعملوا ايه. كل شيء تحت السيطره، واللي حصل امبارح مش هيمر. ايه يعني هتمشي البلطجيه دول فعلا؟ ده شغلي يا شابي، وهتشوف نتيجته. ابني ملوش شأن بشغلك ولا بحساباتك، تعيش حياتك او مملكتك زي ما انت بتقول، لكن سيب ابني يعيش حياته. سيبه هو واختك يختاروا اي مكان عايش فيه اكابر البلد. مش ضروري الحلميه يا اخي، وانا خارج اكلمه. انا موافق انهم يمشوا، لكن على شرط انت ونصلي هانم تسألوا كل نهار. موافق، بس نصلي جاي بكره ومش هقدر امنعها من الكلام. بس زي ما اتفقنا تسألوا جولنار. أما روح بارك العرايس عن إذنك. مالك يا جولنار؟ أنا مش بتفائل أبداً لما أشوف الراجل ده. صباحية مباركة يا عرايس. صباحية مباركة يا سعد بيه. صباحية مباركة يا هاني. الله، ده عمي هنا. صباحية مباركة يا ريس. ايه يا بابا؟ مش كنت تيجي بدري شوية عشان تفطر معانا؟ امنينا فين؟ بكرة ان شاء الله. حد يجيب الحاجة اللي في العربية يا يعقوب. بنفسي يا فندم، بالرفاق والبنين يا سعد بيه. صباح شريف يا سيدنا الكبير. صباحية مباركة على العرايس يا بيه. اقفل الباب يا عبدون. مأمور مصر القديمة طلبني النهاردة الصبح. الراجل اللي جه ما كانش متخانق عشان القماش اللي بتفرقوه، يعني كان في مذبحة مش بس قتل الخضري، وانا قلت ما تقتلش حد دلوقتي، قلت
بعدين بعد الفرح يا عثمان بيه، الكلام كان معناه اننا نخلص منه عشان هو خاطر وخلاص. ما تعملش اي حاجة من غير ما تاخد رأي فيها. واذا كان سيدنا الكبير مش موجود خد رأي اخوك يعقوب. رأيك انت؟ ايوه، يعقوب عنده عقل جوه دماغه، لكن انت انا ايه يا سعادة البيه؟ قلت نفرق لحمة وبعدها قماش وناخد الناس بالراحة لحد الفرح ما يعدي. قلنا تمام نفذ، يبقى انا ايه بقى؟ وجد انت بوظت الترتيب كله يا سعبدون. انا لولايا كان خلاهم هاجموا والليله قلبت بغم. هاجموا؟ ايوه يا عثمان بيه، بعد كل اللي عملناه رجعوا تلموا في القهوه تاني وقعدوا يشتموا في سعادتك وطردوا المغنوات اللي انت بعته، وجابوا الواد المغنوات بتاعهم ابو لسان طويل اللي قاعد يشتم فيك ويقول الحاره حارتهم وان القماش واللحمه ملاليم من مالهم اللي اتسرق. عشان كده كان لازم ناخدهم على الحامي. الحاره دلوقتي بقت زي الطوبه، لا فيها نفس يطلع ولا عين تشوف. لكن الطوبه ممكن تعور يا سعبدون. انا مش جايبكم هنا عشان تتنقروا قصادي. لو حصل اي كلام حوالين الولد ده شوفوا حد ولبسوها له. الواد اللي اتقطع لسانه، لو حصل اي كلام نبقى نلبسها له. خلاص الموضوع ده خلص يا يعقوب. انا مش عايز جنار تعيش بعيد عن هنا. هما مش هيقعدوا مع سعادتك في القصر بعد ما يرجعوا من اوروبا؟ مش متهيألي والده ووالدته هيوافقوا. لو الحارة هتتغير هيوافقوا. راحت ولا جت هتفضل حارتهم وهتفضل اشكالهم فيها. هتتغير. يبقى ندبحهم حبة حبة وندفن في الدراسة، مش صاحبي ولا ايه؟ بطل تخريف يا عبدون. بصراحة يا سيدنا الكبير، جنار هانم بتحب الحتة هنا زي المرحومة والدتها بالظبط. يعقوب، انا قصدي يعني ان جنار هانم هتفضل انها تسكن هنا بدل ما تروح سرايا الاسيوطي في الحلمية. الربع اللي ورا القصر ده هيتهد. يتهد؟ طب والناس اللي فيه؟ كده بقى لا اللحمه ولا القماش هيحلوها، مفيش غير النبوت. بدري على النبوت يا عبدون، كده من اولها. بقى انا كده فهمت، دي شغلانت انا بقى. بس لو كان الخضري عايش كنت خليته اول واحد يبيع. طب وريني يا سي يعقوب هتبيعهم ازاي؟ دول ما يجوش غير بالعين الحمراء وضرب البلغ. اصل انت مش فاهم يا عبدون، مش فاهم ايه اللي في دماغ سيدنا الكبير. طب ايه بقى اللي في دماغ سيدنا الكبير؟ ان الحاره تفضى منهم، بس بالراحه. لا لا، مش ده اللي في دماغي. وليه ما يكونش ده اللي في دماغك يا سيدنا؟ معقول؟ طبعا معقول. هما مش بيقولوا الحارة دي حارتنا؟ يعني طول ما هيفضل عيل منهم فيها هيقولوا كده. يبقى الحل سهل، ان الحارة تفضى منهم. ما قولنا كده نذبحهم حبة حبة وندفن في الخالة يا خواجة. لا يا سعدون، فهمني طبعا انت يا سعادة البيت. فاهم يا يعقوب فاهم. وطبعا ده كان طول عمره في دماغ سعادتك، ان احنا نفضي ربع ربع، مره بحجة القصر الجديد ومره بحجة جناين منتزهات وهلم جرة. وكل ده من غير نبوت ولا دم. الدم والنبوت بعدين يا سعبدون، مش من اولها. خلونا في قصر جنار، هنبتدي انه ربع. لو تسمحي مين احنا العيد
ميلي لو تسمحي ميلي Yeah.